مساء الخير ومرحبا بكم معايا اليوم في قناتي. اليوم شاركتكم لغوسيت تاع كيك تفاح، وصفة شهية وبنينة بزاف وخفيفة واقتصادية، ما تديش بزاف الحوائج، اي واحد يقدر يحضرها. راح نبدأ معكم لغوسيت. لهذه الوصفة راح نحتاج 2 بيضات، نص كاس سكر، نص كاس زيت، لافاني، شوية فاني قيس نص مغرفة، واحدة خميرة، وعلبة تاع ياوغت طبيعي، وياوغت أنا درت ياوغت ألافاني. دونك حطيت البيض وحطيت فوق السكر ودرت فوق لافاني. راح نطلعو كامل بالباتر حتى يتبدل اللون تاعو كيما راكم تشوفوا في الفيديو. قيس ما نطلعوه مليح هي تجينا الكيكه تاعنا تجينا خفيفه. وهنا زدت طلعت زدت الزيت فوقه ونزيد نخلط كامل هذوك لي زانغريديون اللي حطيتهم. هذه الكيكه سهله التحضير وما تجيش ما تجيكمش واعره والبنه تجي بنينه بزاف. هنا زدت العلبه تاع الياوغت، انا درت ياوغت على الفاني. اليوغت يعطيها ذوق ويعطيها خفه، تجي خفيفه مليحه بزاف. وهنا نزيد واحده تاع الخميره وراح نزيد الفرينه. دونك نزيد الكاس الاول نخلط ونشوف القوام. اختار ماكش على بالكم الفرينه تختلف من نوع الاخر، دي فوا كاينه فرينه تدينا بزاف كاينه فرينه نو، وعلى حسب لاطاي تاع البيضه تاعنا. دونك هنا خلطت هذوك المكونات الكل وراح نزيد النص تاع الكاس تاع الفرينه. دونك هنا خلطت كلش وخلي حطيته دكوتي. جبت المول تاعي اللي راح ندير فيه الكيك، كيك تفاح كيما راكم تشوفوا، ندهنه مليح بالزبده باش ما يلزقليش، ومن بعد نفرغ هذاك الكيك تاعي كامل في المول. انا خيرت هذا المول غون هكا تجي فيه الكيك مليح، ما تقدروا ديروه في اي مول عندكم النوع اللي عندكم. بعد ما حطيته في المول كيما شفتوا هنا قطعت دي ترونش هكا طوال، 2 حبات تاع تفاح، وراح نديرهم على لوطور كامل تاع لاطارت تاعي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. دونك كامل ديت لي 2 تفاحات و2 بيضات. هذه فريمون كيكه فريمون ما تديش حوايج بزاف وتجي فريمون بنينه. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي ارائكم وان شاء الله تعجبكم يا ربي. فوالا نكمل بهذه الطريقه البنات، ونزيد ندير ثاني في النص كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله البنات يعجبكم وصفاتي، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتخليوا لي ارائكم في الوصفات وتبارطاجيو القناه مع الاهل والاحبه. ونشكركم بزاف بزاف حبيباتي. فوالا كيما شفتوا راني كملت لوطور كامل. فوالا ديروها تعمروها باش تجي مليحه وباهيه، وتقدروا ديروا باشكال اخرى. هنا البنات بعد ما كملت حطيت التفاح راح ندير فوقها قطع تاع الزبده، طراف نقطعهم صغار نحطهم فوقها كيما حين تشوفوا دوكا في الفيديو. وهذه نديرها باش ما يزربش يتحرق التفاح ويحكم يدي وقته باش يطيب بعقله. كما نديروش الزبده يبدا يشيح ولا الكيك تاعنا ما تطلعش. دونك هذه الزبده راح تذوب في الفول وحتخليه تخليه يدي وقته اللازم باش يطيب وباش يتحمر وباش الكيكه تاعنا تطلع. فوالا كيما شفتوا هكا طريقه سهله، وهذه اللي تاعب فريمون لازم ديروها باش ما يتحرق لكمش التفاح من الفوق. فوالا وهنا حطيته يطيب على
180 دغري 180 دالي 35 مينوت دونك 35 دقيقة خرجته من الفور. هو سخون هكذاك وانا دهنته بلا كونفيتور. انا درت لا كونفيتور دابريكو دونك دهنته كامل هكذا كما راكم تشوفوا. زيد له لون وتعطي له ثانية ذوق مليح. كما شفتوا التفاح ما تحرقناش حمار برك وذوقته باش طاب باش جا طيب من الداخل. فوالا نكمل بهذه الطريقه وراح التزيين يبقى اختياري. انا درت لي سوريس كونفيت مي تقدروا ديروا فوقو الفواكه ولا المكسرات ونقول لكم شهية طيبة. وهذه هي كانت وصفتنا لها اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تشاركوني آراءكم وإن شاء الله تجربوها يا ربي وتذوقوها وتعجبكم بزاف بزاف. فوالا ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد عن قريب وفي أفكار جديدة وصفات جديدة ونقول لكم مع السلامة.